انا كنحب الترحال، كنحاول نخصص واحد الفتره من الوقت ديالي كنكون خدام، كنحاول نخرج باش نمشي نتريبي ونخرج انا والدري صاحبي. المهم درنا التراجي ديال من بدينا في الروفيج ليبيني وهبطنا من الامليل وجينا دابا حنا وصلنا للكاتدرال باش ندير واحد الاستقرار هنايا ونرتاحوا، وكنحاولوا نخويو ما امكن داك ستريس المدينه وداك. وبالنسبه للنصيحه اللي كنقول للدراري ديال الترحال، الا كنتو باغي تخرجوا خصوصا في هذه الاجواء ديال البارد والثلج، كنصحكم بتقدو ماتيريال يكون مزيان بالنسبه للطابيه ولا طونط، وبالنسبه للساك دو كوساج يكون مينيموم يكون بعدا ناقص 8 ناقص 10 حيت الاجواء دابا راه صعيب شويه. كاتدرال كنلقى فيها الراحه ديالي، فيها الراحه والهدوء بالنسبه للواد، وفهمتي واحد السكون هنايا كترتاح. وكنديروا هذه هي هنا في كنساليو الرحله ديالنا. المنطقه خصو يجوا كاين اللي عنده بزاف ديال الطريق، يقدروا يجوا من الازيدال ولا من بني ملال. انا جيت بحال جيت من بني ملال، درت بني ملال درت ويزغت، بتنا فيها ليله كاسينا الطريق، والصباح شدينا الترونسبور ويزغت درنا نيشان الكاتدرال. الكاتدرال غنمشي غنديروا باساج بيربير في الطاغيه ان شاء الله، ومن بعد غادي نكاسيو ان شاء الله ونرجعوا للعمل ديالنا عاوتاني. كانوا الدراري صحابي هنا في هذا امس فران، هي كتسمى بامس فران القمه ديالها المعروفه بكاتدرال. واحد المنطقه هي زوينه بزاف، المهم اللي بغى يجي ليها مرحبا، واحد المنطقه تستاهل بنادم يجي ليها. وهي جينا حنا عن طريق انزكان، قطعنا في انزكان واحد الكار بني ملال، جينا بني ملال بقينا جالسين فيه حتى بقينا جالسين فيه طالع الحال صافي. مشينا خدينا واحد الطوبيس من طوبيس 13 من بني ملال موس بني ملال، جابنا حتى الايفورير من اساكا فاش جايين هنايا تريبينا في جلسنا فيها طونطينا انا وهاد الدري. جاونا الكلاب كيجروا لا طونط بحال هكا كيجروا من جناب لا طونط صافي. قلت للدري غنخرج لهم، قال لي نعس ما تسوق داكشي صافي. خرجت بواحد خرجت على داك البيل ديالي، خرجت انا بقيت عاوم هي هذيك صافي. مشاو الكلاب عاودوا رجعوا صافي نعس ما تسوقتهم. الرحلة أو التريب كله أشنو تيحلو لي يسمي هذا المجال، تيعاني من بزاف ديال المشاكل، من بينها كما قلت لكم حنا من رواد او لا من محبي ديال تسلق الجبال. كانت ايمليل هي المتنفس ديالنا او لا هي المنطقه اللي تنحبوا باش نزوروها والجبال ديالها جبال الاطلس. لكن مورا ما مورا الواقعه ديال شماروش، السلطات خدات قوانين اللي ما كانتش في الصالح ديالنا، من بينها انه تيلزم عليك انك تاخذ الكيد لدرجه مثلا انا دير تبقى الخمسة المرات او ستة المرات نجي غدا خصني ضروري كيد، ما يمكنش. مشكل اخر انه مشينا لتشديرت بينا نديرو تيزين تشديرت، من هنا المقدم قال لك لا ضروري الكيد. انا تيزين تشديرت ديره فايت ليا ديره وفايت ليا دير جميع المناطق، فما يمكنش اني ديما نبقى نشد كيد. انا باعتباري نقدر نكون كيد،